واحنا في الجامعه كنا دايما بنشوف الولاد لابسين زي موحد وبيكونوا في محاضرات او بيعملوا تدريبات وانشطه تحت اشراف ضابط من القوات المسلحه، وده كان بهدف تاهيلهم نفسيا وبدنيا للحياه العسكريه بعد التخرج. عشان كده كانت ماده التربيه العسكريه مقرره على الولاد بس، ومحدش فيهم يقدر يتخرج من الجامعه او يستلم شهاده تخرج الا لما يخلص التربيه العسكريه. اليومين اللي فاتوا حصل حاله من الجدل بعد نشر عدد من صفحات السوشيال ميديا معلومات عن تدريس ماده التربيه العسكريه للبنات في الجامعه، وان القرار هيتطبق نهايه العام الدراسي الحالي وانها هتكون اجباري عليهم برضو وشرط من شروط التخرج من الجامعه. اكتر من مصدر في الجامعه او الجامعات قالوا ان الموضوع لسه تحت الدراسه وانه مفيش اي قرار رسمي وصل للجامعات حتى هذه اللحظه من وزاره التربيه والتعليم، من وزاره التعليم العالي او المجلس الاعلى للجامعات. طيب معانا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم والمشرف على ملف التعليم. اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. هل فعلا في قرار انه هيتم تطبيق تدريس التربيه العسكريه على البنات في الجامعات؟ هل ده فعلا في قرار بيتحضر ليه؟ لا، هو تم الاتفاق وصدر يا استاذ ايجي، ولكن هو تاجيل تطبيقه مرتبط بان ياتي مندوب لكل كليه من الكليات الجامعيه لوضع الترتيبات اللازمه لعمليه التطبيق ومده التطبيق، لان فتره التربيه العسكريه زي ما حضرتك اشرتي البنات البنات والولاد، ولا الاول للذكور؟ هي انت عارفه مدتها كانت اسبوعين، وما زالت هتبقى بالبنات لنفس الفتره، لكن هيبقى التركيز على اعطاء المعلومات الخاصه للطلاب في الطالبات فيما يتناسب مع طبيعتهم. يعني الشباب الاول هيبدا تنفيذ القرار عليهم، البنات هيتم تطبيق عليهم دلوقتي سنه رابعه اللي هم هيتخرجوا السنه دي. اما بالنسبه لبقيه السنوات الاخرى، لان سواء بالنسبه للطلبه او الطالبات يا استاذه انجي هيبقى مرتبط وشرط تخرج، يعني ممكن الطالب او الطالبه تؤدي هذه الفتره الاسبوعين سواء في سنه اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه. يعني هي مره واحده خلال الاربع سنين، مره واحده خلال هو الاربع هو الـ 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 الموضوع ده متطبق على الـ 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 الولاد دلوقتي، هيبقى على دلوقتي. هيبقى متطبق كمان على الشابات، يعني على البنات من اول السنه الدراسيه دي، من السنه دي على طول بالنسبه لسنه رابعه، لان دي هيبقى سنه التخرج او سنه خمسه في كليات الهندسه او الطب، لان مده الدراسه اطول. هياخدوا دي كانها دوره تدريبيه كده، دوره اسبوعين لمده اسبوعين، ضابطات اللي هيدرسوهم الضباط، وايضا فيها جانب تثقيفي بالنسبه للجانب العسكري وحرب اكتوبر وتاريخ. انا قصدي البنات علشان يعني ممكن ما يبقاش عندهم نفس القدره القتاليه بتاعه الشباب، فهل في ضابطات؟ هتبقى تتفق طبيعه البنت نفسها، والتركيز اكثر على الاسعافات الاوليه وعمليات الانقاذ وخلافه، بالاضافه الى الجانب التثقيفي التوعوي للبنات لتاريخ مصر والجانب العسكري. طب كان في حاجه اسمها الخدمه العامه، لا ده دي بعد التخرج مع وزاره التضامن الاجتماعي، انما بالنسبه للتربيه العسكريه مختلفه عن الخدمه العامه. في ماده للتربيه العسكريه هتطبق على البنات في هذا العام الدراسي. اشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم والمشرف العام على ملف التعليم. طيب